اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائر والذاهب يسبحه الآخر والمائر والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ورحما وجلدا وشعرا وتمنا من مترف مطرب صلى الله عليه يخرج من بين السرب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلوا عليه بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآمق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد الله صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيد بوري لك ماجو كا oleh duit lo yo. Waduh ora kuat tanganku. Maju rene, kene lho. Ora kuat duite kok ana sempek kok. Ayo maju-maju. Aja rene ora ngono lo maju kok. Lah nang kono ayo sing sebuta duit maju yo pinar masa kok ngadeg. Lungguh sing apik. Oh, lungguh sing apik. Lungguh, lungguh, lungguh. Ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini mungkin selawatan sampai jam pinten. Jo, sesuk sekolah, jadalu-jadalu ya. Iya, iya, iya. Terus nunggu, nunggu. Oh, nunggu. Jalu ala Nabi Muhammad. Jalu ala. Kalau suun mungkin sholatan sih buantar ya. Mungkin suaranya pulang pun pun mulai koret-koret, jadi jenengan mungkin sih buantar ya. Sallallahu ala Muhammad.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس
sedaya mawon kula suwun tangane bertepuk di atas. Mugurom ya Mustafa al-Mugarram ya Rasulullah. Mugarram qalbi bihubbika mugarram ya Mustafa al-Mugarram ya Rasulullah. Bye.
akhira. Oi kina Rabbal Alamin. Semoga semuanya kelak dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أول ما نستفتح بإيراد حديث ورد في نبيك لقدره عديما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه ما لم يزل سميعا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلام الله على طه.